مقاطع الشورت والتيك توك عدا شعبية عالية هالأيام، لأن المشاهدين يحصلون على معلومات سريعة ومختصرة عن المحتوى المقدم. موضوع حلقة اليوم هو كيفية إنشاء شورت عن قصة غامضة. صديقي، مع شرح تكتيكات إنشاء شورت راح نجاوب على هذه الأسئلة المهمة: كيفية البحث عن قصص مناسبة لإنشاء فيديو مع الذكاء الاصطناعي، كيفية تحويل النص إلى محادثة، كيفية طلب مجموعة من البرومبت لاستخدامها في إنشاء صور مناسبة لمراحل القصة، كيفية تحويل الصور إلى فيديو، وبالنهاية أستخدم برنامج كاب كات المجاني لمونتاج الفيديو. ملاحظة، راح أستخدم الكاب كات نسخة الكمبيوتر ونسخة الموبايل في هذا الفيديو. Subscribe to my channel. نبدأ مع بارت لإيجاد قصة وسيناريو مناسب. راح أطلب من بارد يعطيني بعض الموضوعات التاريخية الغامضة. أوكي، هاي الأفكار زينة وأقدر أستخدمها. نفرض أريد أستخدم هذا اللغز الخاص بجريمة هنتر كايفيك. بعد ذلك أطلب من بارد ملخص لمدة 30 إلى 50 ثانية يبدي بسؤال مشوق يحتوي على كلمات بسيطة. هذا هو النص المطلوب اللي نقدر نستخدمه. الخطوة الثانية نحول النص إلى محادثة، لذلك نضيف النص إلى 11 Lab. تقدر تستخدم صوت ذكوري أو أنثوي، هذا يعتمد على الموضوع. بعدها أضغط على الإنشاء وأحفظ التسجيل. هسه أرجع البارد وأطلب منه اقتراح برومبت لمنشئ صور بالذكاء الاصطناعي، لأننا نحتاج البرومبت لإنشاء الصور للقصة. لاحظ أن بارد ينبهك على موعد وضع هذه الصور. أظهر هذه الصورة عند وصف العائلة، أظهر هذه الصورة عند مناقشة تحقيقات الشرطة وإلى آخره. وبالتالي ما تحتاج شيء ثاني، عندك الدليل من بارد، فقط نفذ الخطوات. راح أنسخ البرومبت وأنتقل إلى ليوناردو AI. نختار صورة من معرض الصور، ننزل للأسفل، ننقر على إنشاء هذا النموذج ونخلي الوصفة هنا. نضغط على إنشاء، بعد شوية تظهر النتائج. اختار الصورة اللي تعجبك واحفظها. نستمر بهاي العملية لحد ما ننهي من كل المشاهد. انتقل إلى موقع جينمو AI لتحويل الصور إلى فيديو. أحمل الصورة وأعدل على البرومبت المقترح من الأداة، وبعدها أنقر على صبمت. تظهر النتيجة بعد شوية. أنزل المشهد إذا عجبني أو أكرر العملية لحد ما أحصل على نتيجة مرضية. أسعدنا المواد الأولية وما بقى لنا غير مونتاج الفيديو، لذلك راح أستخدم برنامج كاب كات المجاني. راح أحمل كل الصور والمشاهد والصوت وأعيد ترتيبها بالطريقة الصحيحة. طبعا تحتاج إلى مطابقة الصوت والصور بشكل جيد، أكد من المطابقة أثناء المونتاج. أنا ما أقدر أستمع للصوت لأني أسجل الفيديو، بس راح أتأكد أنه كل شيء صحيح. نفرض أن المطابقة صارت بالشكل الصحيح. هسه نقدر نخلي الأنيميشن، إذا كان الأنيميشن ما يغطي كامل المقطع أكد من التعديل على هذا الخط. أنتقل إلى قسم الصوت هنا وأبحث عن موسيقى مخيفة. نفترض أنه هذا المقطع المناسب، أضغط هنا حتى أضيفه، وهنا أقص المقطع للمطابقة، أضغط على B من الكيبورد وأقص هذا القسم، بعدها أضغط على أي وأنقر على هذا الجزء وحذفه. بعد ما انتهينا من المونتاج بنسخة الكمبيوتر، ننتقل إلى نسخة الموبايل. هنا راح تسأل شنو اللي نحتاجه من نسخة الموبايل. صديقي، نسخة الكمبيوتر ما تدعم إضافة نص بالعربية على الفيديو، لذلك نحتاج نستخدم نسخة الموبايل. نختار إضافة نص حسب المقطع الصوتي، ثم نضيف النص ونقوم بالتعديل عليه. نكرر العملية لباقي المقاطع الصوتية. بعد الانتهاء من إضافة النصوص نسوي داونلود للفيديو. بالنهاية سوينا كل الخطوات المطلوبة حسب الدليل من بارد. هسه تقدر تنزل المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي. إذا لقيت هذا الفيديو مفيد، أكد من تكسير اللايك والاشتراك بالقناة. مع السلامة.